ايه؟ الصلاح، ها؟ الحياء. الحياء لو مش في المرأة نص جمالها راح. وعلى فكرة ما تتجوزش واحدة جميلة، لأن جرأة المرأة في أي مكان مش هتقلل إلا من رجولة الرجل. الشباك يا شبابنا، اوعى تكون متخيل إن البنت الجريئة العصر ده محتاج البنت الجريئة. في فرق بين البنت الجريئة والبنت القوية، فرق كبير جدا. احذر من انك تكسر المعنى انها جريئه تصلح لهذا العصر. جريئه ان هي تقدم وتدخل في مجالس الشباب والرجاله وتبقى وتاخد حريتها. جريئه في ان هي تتمرد عليك. جريئه في ان هي تبدا ان هي ترفض حاجات انت بتفرضها على البيت وتقاومك، وان هي تبقى في فرق بين الجراه والقوه. انك عايزها قويه، قويه في علمها، قويه في دينها، قويه في سلوكها، قويه في اخلاقها، قويه في حياتها. تعرف ان في حاجات على المراه ان هي تتكلم فيها، وفي حاجات ما تسمعهاش. في مواقف تنسحب منها لانها مراه ولا تتناسب مع نعومتها وانوثتها، وفي مواقف ثانيه المفروض ان هي ما تقفش فيها نهائي، لان هي هتشيل الستار تماما بتاع الحياء منها. مينفعش. نغمة جديدة ولغة جديدة جدا بشوفها جايز في شبابنا، ان هو بين نارين، عايزها عندها حياء وفي الوقت نفسه عايزها جريئة. متنفعش، الاتنين عكس بعض، لان الجرأة والإقدام ممكن يكون في بعض المواقف مفيهوش حياء في بعض المواقف، ولكن في جرأة وإقدام في أخذ الحق تعبر. طب ما هي ممكن تعبر بحياء وممكن تعبر بخروج عن الحدود، يبقى دي عندها حياء؟ لا. طب أقيس الحياء إزاي؟ قيس الحياء في لبسها، قيس الحياء في علاقتها، قيس الحياء معاك، التعبير عن مشاعرها. دايما المرأة عندها حدود في التعبير عن مشاعرها، ولكن الرجل ممكن يخترق رزقها. وارد وده صح، لكن هل ممكن يكون العكس؟ ممكن؟ ما ينفعش. المعادلة تختلف. حتى إحساس الرجل بحياء المرأة بيزيد من مكانتها عنده، بيزيد من قيمتها عنده. ممكن هو يلاقي بعض التصرفات فيها وهي عندها حياء، هو ممكن يكرمها في العلاقة أكتر لثقته ان هو معه انثى، لان في علاقه وطيده بين الحياء والانثى. خلاص؟ طيب، صفه بقى ومن اخطر الصفات اللي انا بكلمكم فيها دلوقتي، ولو انتوا ما عرفتوش الصفه دي موجوده ولا مش موجوده، قد ممكن تخسر حياتك من اول يوم. والرسول صلى الله عليه وسلم طلق جويريه اللي كان متزوجها من اول ليله لعدم وجود الصفه دي فيها. ايه الصفة دي؟ صفة الوعي. هو ينفع زوج يتزوج واحدة وهو مش موجود ممكن تتصرف بقلة وعي تضيع الولاد؟ ممكن تتصرف بقلة وعي تضيع له فلوسه؟ ممكن تتصرف بقلة وعي البيت يتحرق؟ مش ممكن؟ مش في بعض الأزواج اتجوزوا فعلا بعض البنات وفي تصرفات لها أدت بحياته هو؟ واحدة بتكلم جوزها في الشغل، ابنها قالوا لها في المدرسة إن هو اتعور، ما شافتوش أصلا. راحت طالبة جوزها في الشغل وقايلة له إن ابنك دمه بينزف وبيموت في المدرسة. هو ما شافتوش، هي لسه ما راحتش. وبينه وبين الشغل مسافة بعيدة. ركب العربية وطار، ما كانش عارف هو ماشي إزاي. مات هو في السكة في حادثة، وراحت لقت الولد يا دوب خدش في راسه سطحي بينزل، لكن الراجل ايه؟ مات. دي زوجه واعيه؟ قال لها طب ما انا بعت للراجل افتحي الباب وخدي منه الاكل والبخ. قالت له لا، انا ما افتحش لاي حد بتاع الخضار، جاي يجيب خضار، افتحي الباب خدي الحاجه وانتي. لا، جه ما لقاش اكل وشرب في بيته واتخانق معاها. في بعض الصفات
وممكن المرأة لو غير واعية فعلا يكون في مشاكل يومية. الوعي ده مهم، مهم عشان تربي بيه ولاد. طب انا اعرف الوعي ازاي؟ يا نهار ابيض، في حاجتين اتنين تقدر تقيس بيهم الوعي عند الزوج. في حاجة اسمها الأسئلة المفتوحة والأسئلة المغلقة. يعني ايه الأسئلة المغلقة ويعني ايه الأسئلة المفتوحة؟ الأسئلة المغلقة اللي هي مثلا لها إجابات صريحة، يعني يا حاضر، يعني ده لونه أبيض أبيض، هتروح لماما هروح لماما، جايب الإجابة اللي فيها أو لا صح وغلط. الإجابة اللي فيها إجابات مفتوحة وواضحة وصريحة دي اسمها مغلقة، مغلقة على إجاباتها، ملهاش إجابات تانية. في حاجة اسمها بقى الأسئلة المفتوحة. يعني إيه الأسئلة المفتوحة؟ يعني ممكن تسألها مثلا الجامعة اللي أنت فيها إيه رأيك في الدراسة بتاعتها؟ أسئلة مفتوحة. في واحدة تقول لك إيه؟ تجاوب لك على الجامعة تقول لك بنروح نهزر شوية، بنروح نقعد مع بعض بس إحنا ما بناخدش حاجة. في واحدة تقول لك المناهج اللي موجودة اللي خدناها السنة دي في بعض المواد أضافت لينا في بعض المواد تافهة، بس في بعض الدكاترة بيوصلونا أبحاث وبنعمل كذا وبنسوي كذا. الدكتوره دي كانت المفروض تشرح لي بالطريقه الفلانيه وتوصلني المعنى بالطريقه الفلانيه، انا حاسه ان هي لو شرحت بالطريقه الفلانيه كان افضل. في افق، في وعي، في قدره على التقييم. ودايما بقولها اللي عنده قدره على التقييم هو اكتر انسان ناجح في حياته، لانه عنده وعي. هيقيم ازاي من غير وعي؟ هو عنده النتيجه، عنده التقييم اصلا. انا عندي التقييم وعندي الوعي. يبقى اذا الصفه الرابعه دي خطر لو انا ما خدتهاش ولا لا؟ خطر، خطر عليك جدا. الوعي هو نص او اكتر من نصف صلاح العلاقه الصالحه. خلاص؟ طيب انا عندي وعي وعندي صلاح وعندي دين، خلاص انا تمام. طب انا هل ينفع اتجوز قرايبي؟ بالنسبة العشرة اللي احنا قايلينهم نقول حاول تبعد. حاول تبعد ليه؟ لأن في من الإحصائيات بتاعتنا والدراسات بتاعتنا في نسب كبيرة جدا من الأمراض الوراثية بتبقى قريبة جدا من العلاقات الزوجية اللي هم فيها. يعني تحاول على قد ما تقدر إن ما يبقاش فيه الزوجة اللي تختارها تكون من بعدها. قد تصلح وقد يكون فيها مشاكل. طب ليه الجاز؟ ليه؟ ما البنات كتير في كل حته، وانت كمان ليه الجذف؟ ما اي نعم بتحبيه، تاني بقول الحب ليس فقط هو اللي يقدر تاخد بيه قرار الزواج، القرار كله. عشان كده الحب موجود دايما، نقول الحب بعد الزواج، هو الحب بعد الزواج، اذا كان هو قال له وجعلنا بينهم موده ورحمه بعد بقى ايه؟ طب انت عايزه موده ورحمه وانت قبل الجواز؟ لا، موده ورحمه بعد الجواز. بتعرف المودة والرحمة ايه الفرق بين الحب والمودة؟ بسرعة كده، ايه الفرق بين الحب والمودة؟ ها؟ شفتوا بقى؟ عدم الوعي بالمفردات دي خطر. ايه الفرق بين الحب والمودة؟ المودة في جانب الاحترام زيادة. طيب عشان ما اخدش وقتكم كتير، انا عارفه وقتكم. الحب هو وجود مشاعر وقبول بنسبه عاليه جدا للطرف الاخر، والحب ده بيحتاج تغذيه من الاثنين. خلاص؟ في مشاعر داخلك، في قبول جواك لهذا الطرف، في انتماء وفي ارتباط كامل اسمه الارتباط الكامل. الحب اسمه الارتباط الايه؟ كامل. يعني ايه الارتباط الكامل؟ يعني انت عاجبك هذا الجسد وهذا الشكل وبس، ارتباط خارجي كامل خارجي. تعالوا بقى نشوف المواد. ممكن الواحد يكون متجوز واحده، بعد ما اتجوزها لم تولد ولكن عاش معاها، ده حب ولا مواد؟ مواد. طيب هي اتجوزته وهو انسان كويس جدا وقريب جدا، طيار. الطيارين دول بيحسوا انهم طايرين في السماء، تمام؟ وبعد ما اتجوز بشهر جاله عجز وقعد في السماء، وزوجته اللي كانت متجوزاه قعدت معاه ست سبع شهور ما كملتش سنه وانفصلت. كان اللي بينهم ايه؟ حب ومقتدر خلينا. لكن كان في موده ورحمه؟
يبقى المودة والرحمة اللي ربنا قال عليهم وجعلنا بينهم مودة ورحمة بيخلقوا بينهم علشان يتقبلوا أزمات بعض، سواء أزمات صحية أو أزمات فقر أو أزمات اقتصادية أو اللي هي الأزمات الأمور المادية أو أزمات اجتماعية، أي نوع من أزمة طالما تتحمله الزوجة وتكمل معاك يبقى في بينك وبينها إيه؟ مودة ورحمة. يبقى أبقى واخد بالي من ولادي المعنى إذا لم أنا أعرف وعندي وعي بالمعنى ما أطلبوش، مش هعرف أخده، مش هعرف أقيسه، مش هعرف أقيمه، مش هعرف أحصل عليه أصلا، مش هعرف أعمله. يبقى عرفتوا ليه أنا بطلب الوعي بين الزوج والزوجة؟ الكلام اللي أنا بقوله النهاردة لو البنات قاعدين تيجي تبص تقول إيه؟ أنا لو عندي استعداد للطاعة أنا لو عندي استعداد أقول له حاضر، أنا لو عندي استعداد إن أنا أقف جنبه في أزماته، أنا لو عندي صح كده ولا لأ؟ ما هي الصفات اللي أنا بقولها اختيار الزوجة وهي بتسمعها، ما هي لو صالحة ليها تروح تتجوز، لو هي مش صالحة ليها تروح ليه؟ هتسعد نفسها ولا هتتعس نفسها؟ هتتعس ليه؟ نفسها. أنا حاسة إن أنتوا كده التوافق في الطباع، سواء التحرر الزايد في المجتمع وطموح المرأة الزايد في المجتمع، وازاي الراجل ان هو يبدأ يتعامل معاها، وازاي المرأة تتعامل مع الطموح ده، برضه من المشاكل الزوجية كتير، ملفات كتير في البرنامج ده. اتمنى ان انتوا عندكم وعي بيها، لان انا والله بتصعبوا عليا، لان انتوا بتتجوزوا يا بالوراثة يا بالخبرة يا بالثقافة. اتمنى ان احنا نتجوز بالعلم، نتجوز واحنا فاهمين احنا رايحين فين. اشوفكم على خير.